إذا نواصل ما رأينا في الفيديو السابق. قلنا أن دلتا كيو إكس تكون بدلالة دلتا إل في الفترة القصيرة، أما ك فيكون ثابتا. وعليه يمكن أن نستنتج أنه في الفترة القصيرة كيو إكس أو الإنتاج أو حجم الإنتاج سيكون بدلالة حجم العمل. هنا في هذا العنصر سنحاول أن نتطرق إلى بعض المفاهيم الأساسية التي نحتاجها في عنصر لاحق مهم جدا، ألا وهو قانون الغلة المتناقصة. ولكن حتى نفهم قانون الغلة المتناقصة فعلينا أن نتطرق إلى هذه المفاهيم الأساسية. ما هي هذه المفاهيم؟ أولا، المفهوم الأول هو الناتج الكلي أو الإنتاجية الكلية. ماذا نقصد بالإنتاجية الكلية؟ نقصد بها الكمية المنتجة من السلعة التي يحصل عليها المنتج من استخدام كميات أو حجم معين من العمل. هذا من جهة الإنتاجية الكلية. كذلك هناك مصطلح مهم جدا وهو الإنتاجية المتوسطة أو الناتج المتوسط، وهي الكمية المنتجة من وحدة واحدة من عوامل الإنتاج المستخدمة في الإنتاج. ورياضيا يمكن أن نقول أن الناتج المتوسط أو الإنتاجية المتوسطة هي حجم الإنتاج أو الناتج الكلي PT أو QX أو X على حجم العمل. بالتالي كأن الناتج المتوسط أو الإنتاجية المتوسطة تعطينا ناتج وحدة العمل المتاحة، تعطينا ناتج وحدة العمل المتاحة، أي مساهمة الوحدة المتاحة من العمل في الإنتاج. يبقى لنا في الأخير مصطلح مهم آخر لا يقل أهمية عن المصطلحين الأوليين، ألا وهو الإنتاجية الحدية أو الناتج الحدي. ماذا نقصد بالإنتاجية الحدية؟ نقصد بها التغير الذي يحدث في الناتج أو الإنتاجية الكلية نظرا لتغير وحدات من حجم العمل. وبالتالي رياضيا دلتا PT أو دلتا QX على دلتا L، بمعنى ما هو المردود أو الناتج التي سيحققه العامل الإضافي. هذا هو المفهوم إن صح التعبير الاقتصادي للناتج أو الإنتاجية الحدية. الآن لدينا هذا الجدول الذي سنحاول من خلاله، أو هذا المثال عفوا، الذي سنحاول من خلاله أن نتطرق إلى أو تجسيد ما تطرقنا إليه سابقا. لدينا في هذه الخانة حجم الإنتاج، لدينا في هذه الخانة حجم العمل، وهنا رأس المال. نلاحظ أن الناتج الكلي يتزايد باستمرار إلى نقطة معينة ثم ينقص. لدينا حجم العمل في تزايد مستمر من 0 حتى 9، ولدينا رأس المال ثابت كما تلاحظون 15. هنا لا شك أن الطالب يفهم أننا في ظل دالة إنتاج للفترة القصيرة، مع اعتبار أن رأس المال ثابت والمتغير. المطلوب استنتج كل المفاهيم التي رأيناها، أي الناتج المتوسط والناتج الحدي، لكن الناتج الكلي المتاح، ثم ارسم الناتج أو الإنتاج الكلية المتوسط أو الحدية في نفس المعلم، ثم حاول تستنتج العلاقات التي يمكن أن تكون بين الإنتاجيات السابقة. إذا من خلال ما تعلمناه أو القوانين التي تعلمناها في الناتج المتوسط والحدي، قلنا أن الناتج المتوسط هو قسمة الناتج الكلي على حجم العمل. إذا 5 تقسيم 1 تعطينا 5، 12 تقسيم 2 تعطينا 6، وهكذا. أما بالنسبة للناتج الحدي فقلنا هو التغير في PT على التغير في L، وبالتالي 12 ناقص 5 7، تقسيم 2 ناقص 1 1، إذا 7 تقسيم 1
7 وهكذا. 5 ناقص 0 5، 1 ناقص 0 1، إذا 5 تقسيم 1 5 وهكذا. إذا بهذه الطريقة نكون قد يعني ملأنا الجدول واستنتجنا الناتج المتوسط أو الإنتاج المتوسط والناتج الحدي والبعيد. قلت أن الناتج المتوسط هو الناتج الذي يحققه العامل المتاح الذي يشتغل فيه، أما الناتج الحدي فهو الناتج الذي يحققه العامل الإضافي الذي تضيفه المؤسسة أو المنشأة. فيما يتعلق بالرسم، فمن خلال تجسيد المعطيات بيانيا إذا نكون قد تحصلنا على هذا الشكل، بحيث الناتج الكلي بالأزرق، الناتج المتوسط بالأخضر، والناتج الحدي والإنتاج الحدي بالأحمر. وكما تلاحظون في الشاشة فالناتج الكلي قلنا يتزايد إلى أن يصل إلى قمة أو الذروة ثم ينقص كلما زدنا من حجم العمل، فعلى العموم هو متزايد. الناتج المتوسط متزايد ثم ينقص، والناتج الحدي كذلك يتزايد ثم ينقص ينعدم ثم يأخذ قيم سالبة. إذا هنا يمكن أن نستنتج ثلاث مراحل أساسية للإنتاج، وهنا نكون في العنصر الثاني ألا وهو مراحل الإنتاج. مراحل الإنتاج من خلال استقراء واستنتاج المنحنيات الثلاث تنقسم إلى ثلاثة: مرحلة أولى، مرحلة ثانية، ومرحلة ثالثة. ولا شك أن ربما أهم مرجع اعتمدناه في تقسيم أو الاعتماد على هذه المراحل الثلاثة هو الإنتاجية الكلية، حيث أن الإنتاجية الكلية باعتبارها الأصل في استنتاج الإنتاجية الأخرى نلاحظ أنها تأخذ ثلاث مسارات: مسار تتزايد فيه بقوة، ثم تتزايد بوتيرة منخفضة، ثم تصل إلى الذروة ثم تنخفض. وبالتالي هذا ما جعلنا نقول أن هناك ثلاث مراحل أساسية للإنتاج: المرحلة الأولى مرحلة تزايد الناتج، المرحلة الثانية مرحلة تناقص الناتج، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الناتج السالب. إذن هذا المرحلة الأولى قلت يزيد الإنتاج بمعدلات متزايدة، المرحلة الثانية يزيد الناتج بمعدلات متناقصة، الوتيرة تنقص ولكن هناك زيادة ولكن بوتيرة متناقصة، والمرحلة الثالثة يكون هناك تناقص تماما رغم أننا زدنا في حجم العامل. السؤال: ما الذي حدث للناتج عند زيادة عنصر العمل فقط مع بقاء رأس المال أي الأرض ثابت؟ ما الذي حدث للناتج عند زيادة عنصر العمل فقط؟ الجواب: عند زيادة أحد عناصر الإنتاج مع بقاء العنصر الآخر ثابت فإن الناتج الكلي يتزايد بوتيرة قوية ثم يزيد في التزايد ولكن بوتيرة منخفضة، ثم بعد حد معين يتجه نحو النقصان، وهذا ما نسميه بقانون الغلة المتناقصة أو قانون تناقص الغلة.